دونك التمرين الثالث هنا، التمرين الثالث اسئله عاديين، ولكن هنا نشوفوا الشروط البدئيه اش غيطرا فيهم. دونك بالنسبه الشرط الاول هو البي، هو الوزن، نفس كما درنا في التمرين الاول والثاني، بي اكس 0 بي ايغريك ناقص ام جي. دونك بالنسبه لمتجهات السرعه كنلاحظوا باللي عموديه على ايغريك، عموديه على ايغريك وغاديه في نفس الاتجاه ديال اكس، اذا في 0 اكس هي في 0 وفي 0 ايغريك هي 0، بينما نقطه الانطلاق هي ا عند اكس 0 0 ايغريك ايغريك ا هي اش. دونك هنا تطبيق القانون الثاني نفس الخطوات تقريبا، هنا معادلتين زمنيتين للحركه، غنشوفو بعدا معادله السرعه. عندنا في اكس هي في 0 اكس وهذه هي موان جي تي زائد في 0 ايغريك. دونك حسب الشرط البدئي في 0 اكس هي في 0 في 0 ايغريك منعدمه لانها متعامده. دونك باستعمال الشقاق والشروط البدئيه، باستعمال التكامل والشروط البدئيه، غنلقاو اكس دو تي في 0 اكس في 0 تي زائد اكس ا وهذه هي موان زان دومي جي تي كاري بلس ايغريك. عندنا ان اكس ا 0 ايغريك ا هي اش. معادلة المسار كما كنعرفو غنقسيو الزمن من اكس وغادي نعوضوها في ايكغيك، غتشوف اللي عندي هادي وغنعوض غنلقى هي هاد المعادلة هاد المسار. دونك احسب احداثيات اكس كما كنعرفو، غنمشيو للسي نديرو الاحداثيات ديالها، سي ايكغيك سي ديالها زيرو و اكس سي هي اللي غنقلبو عليها. دونك غادي نحلو هاد المعادلة ديال ايكغيك، غنستعمل معادلة المسار ونحل المعادلة، غندي اش الطرف الاخر وغادي نخدم شوية ديال الغات. هنا هاد جوج ولي جوج اش على الجيل، وبغيت نحيد الكاري كندخل الجذر، اذا اكس سي هي في زيرو جذر جوج جي اش، اكس سي هي في زيرو جذر جوج اش على جي. دونك يستنتج لحظة الوصول، كما كنعرفو حنا في لحظة الوصول عندي اكس سي وعندي في زيرو، بغيت تي سي نديرو اكس سي هي في زيرو في تي سي، إذا تي سي هي اكس سي على في زيرو، إلا حسبنا شكون هي جذر جوج اش على جي. حدد مميزات السرعة، هادي هاد السؤال مهم، فاش يقولك مميزات السرعة في شي نقطة، مميزات السرعة في نقطة سي مثلا، أول حاجة غتفكر فيها تحدد لي بعدا المنظم ديالها. دونك المنظم ديالها نحدو المنظم غادي نمشيو لمميزات أخرى. حنا كنعرفو أن في سي أن هي في سي إكس دو تي هي في زيرو، و في سي إيكغيك دو تي هي موان جي تي إس. دونك إلا بغينا في سي هي في سي كاري إكس زائد في كاري سي إيكغيك، غنعوض عندي تي سي ونحسب. دونك هادي المنظم إتجاه.